اللايف باش انا نقللو فعلا نعلمو في الحياة. فعلا ضروري نشوفو شكون هذا اللي عنده السهر والمحظوظ اللي غادي يربح لقاء مع ان شاء بشرى الله اهريش. دونك غادي تقولي لي يا بشرى شنو بدل فيك هاد الاجواء اللي احنا عايشين، هاد الجائحة شنو بدل في بشرى؟ حبيبتي. مواقف بحال هذه ما عمرنا ما عشناها، وموله لا يعيشها لنا في المستقبل. يعني باش تلقى راسك في واحد الوقت معين، في واحد الزمن معين، في واحد البلاصه مسدود عليك. سي فغي كحنا مع عائلاتنا، ولكن بزاف الناس كنعرفوهم اللي تفرض عليهم الحجر الصحي بوحديتهم، وكنا يعني كنتواصلوا معاهم غير بالتليفون. الحمد لله مع التكنولوجيا كثر معاهم الفيديو. الحوايج اللي علمتني الصبر وكيفاش انك داخل كل ازمه تخلق فرصه مستقبل. دائما تستحضر الجانب الايجابي وفي كل ازمه، ها تستحضر يعني تحاول تخلق فرص. يعني من اللي انت بوزيتيف بشرى، شنو هما الفرص اللي خلقتيها بشرى في هذا الكوميونتي؟ من بين الحوايج اللي من بين الحوايج انني شحال هذه ما دخلت الكوزينه رجعت كنطيب، شحال هذه ما درت يعني ما تكلت اشغل البيت، لقيت كل بلاصه خصني ندير فيها على التوش ديالي. ثاني بزاف انا عندي كان يعني عندي علاقه زوينه مع الكتب، دائما تنكتب والسبكتاكل ديالي دائما تنكتبهم. وبعد مرات ما كانش عندك الوقت مسرحيات عالميه كنشد ونخدم عليها، واخا ما تكونش ديك الساعه كنخدم عليهم تنكتب وتنخلي افاق. لقيت راسي مجموعه الافكار حطاهم كرؤوس اقلام. ما كانش عندي الوقت واش ما كانش الوقت صح ندير لهم لا ميثودولوجي نقطعهم بفصول وهذا. فخديت الوقت وكتبت مجموعه ديال الاشياء اللي غادي نكون بها في المستقبل. كذلك قريت بزاف ديال الكتوبه. التكنولوجيا حاولت انني نزيد نحسن راسي فيها، لان كنت يعني عندي غير مع الحويجات اللي تنخدم بهم. الوغ البيسي ما كنتش نتعمق فيه اكثر. لقيت راسي بزاف الحوايج كنت ملي كنقرا كنت خدامه بهم ونسيتهم، لان ما خدمت بهم من بعد فحسنت يعني المستوى ديالي مع التكنولوجيا. وهذه حويجات اللي في بلاص خاص الواحد يتكلم بها اكثر. مزيان. دونك انت ماشي من الناس اللي كيقولوا الكونفينمون الملل ما كاين ما يدار. انت شنو ابدا شنو هي الحلاوه؟ تخيلي انت، نعطيك لك مثال بسيط جدا. كنخدموا النهار كامل في الكونفينمون ولا تنصلي وسط في وقتها لان ما كدير والو. صحيح. عرفتي الحلاوه ديال انك تصلي صلاة الجماعة مع مالين الدار والوالد ديالك هو الإمام. أنا ما عمري ما صليت مع الرسول، ما عمري ما صليت مع ما راك تفكري ديريها أصلا كل ما كنتيش أوبليجي، لأنك تدخلي في الليل وبعد مرات كتجمع لك النهار لينا والله يغفر لينا. أنا باش الوالد ديالك يكون هو الإمام والعائلة كلها كتواجد وكتصلي في نفس الوقيتة، سي بو رائع. يعني كانت حويجات اللي زعما فقدناها من قبل. ملي عاوتاني كترجع للماكله ديال الدار، ديما كنا كناكلو في الصنقه، كترجع وكتاكل داكشي اللي بغيتي، طيب الوالده او انت اللي كطيب. فهذه حويجات زوينه اللي ربما رجعوا للحياه العاديه، ولكن غادي نوليو نتوحشوا بسيطه هذه الحويجات البسيطه ولكن عميقه في نفس الوقت، ونرجعوا ونديروها مع الناس. انا بشرى الناس كاملين كيعرفوا بشرى الممثله الفنانه والاعلاميه كذلك، اللي تالقتي في الاعلام كيفما تالقتي في التمثيل. انا غنبغي نقرب الناس شويه من حياتك الشخصيه. مرحبا. اوكي دونك قول لنا فين تزادت بشرى. انا حبيبتي زياده بن سله، زياده في سله، وقريت في سله الى حدود البكالوريا. زياده وخلق في مدينه سله المدينه القديمه. من موراها حبيبتي مور البكالوريا لقيت في الرباط، ومن بعد باقي انا غنسولك شويه بشويه لان راك الله يطول. شحال انتم ديال الخوت؟ انا ريمي، انا الكبيره وعندي اختي كريمه. احنا عندي كريمه بنت وحده وثلاثه دولاد، يعني احنا خمسه في الطوفان، ولكن انا الكبيره. ما شاء الله ما شاء الله، انت مولات العقل. ويلي انا مولات العقل وانا مولات المسؤوليه وانا اللي ما خاصناش نخطا وانا اللي خاصني نربي. يعني عرفتي شنو هي سيرتو ملي كتكون انت لين والديك كتحملي المسؤوليه بكل. صحيح. انا قول لي يا بشرى، وقتاش بان الميول ديالك للتمثيل؟ واش ملي كنتي صغيره او لا حتى كبرتي؟ انا نقول لك واحد القضيه، انا فاش كنت كنقرا في الابتدائي كانت الجلسه في الطبله كتجيب لي البرد دائما. كبير كتجيب لي البرد، انا حس بالملل. الوغ كنت دائما كترقب المناسبات الوطنيه والدينيه وديك الانشطه المدرسيه باش نديرها.
فكنت دائما مشاركه، دائما تنشارك في الانشطه المدرسيه، وكتلقى الحلاوه ديالي تخيلي لدرجه انني في ديك المناسبه تاع العرش، وباقي كنتذكر ان موعد العرش كانت كيجي له 3 مارس. واي 3 مارس وحنا اطفال، يعني طفله في الابتدائي، دائما انا موجوده، دائما لابسه الحوايج اللي كبر مني، دائما مشاركه في ذاك نفس اللي عندنا ذاك موكب الشموع مشاركه فيه، دائما يعني من الصغر كانت عندي موهبه. وكتعرفي دابا المشكله اننا حنا في التعليم ديالنا بالاخص الحكومي ما عندناش التربيه الموازيه، ما عندناش التربيه الموازيه، ما عندناش التربيه الفنيه، ما عندناش بزاف ديال الحوايج. فكنت دائما كنمشي للجمعيات الثقافيه اللي كاينه في السلا، دور الشباب، دور كانت عندنا الجمعيه الثقافيه، ماشي دار شباب، كاينه دار شباب وحده في السلام في طريكس، ولكن انا كنت نمشي للجمعيه الثقافيه. كل الجمعيات اللي كانوا في السلام كندور عليها، غادي تخيل الطفل كنمشي للجمعيات. فمن محاسن الصدف، من محاسن الصدف انني انا بنت المدينه القديمه، وكاين السي محمد الجمهور الله يطول عمره، وكاين عبد الله كيبان، كانوا جيراننا وداك الشيء. وديك الساعات انا كنطلع لجمعيه ابي رقرق، تخيلي هما تيمثلوا في نادي المسرح وانا كنشوف فيهم بحال هكا، كيجيب لي الله بحال زعما هذوك الناس شجعان وابطال كبار، لانهم كيهضروا بالغوات وعندهم الحق في الكلمه. تخيلي الاداء الممثل انا ذاك، وانا ما عارفاش شنو هو التمثيل، ما عرفتش شنو حاجه، يعني نقدر نقول موهبه ولا الشغف اللي كان من الاول. في المرحله الاعداديه، عرفت بانه كاين معهد عالي، ويعني مباشره مور باك انا عارفه راسي ملي مشيت للثانوي عارفه. صافي دونك من الاعدادي انت عارفه راسك غادي تمشي للليزان. الاعدادي من الاعدادي عرفت بانه كاين معهد، يعني انا من الاعدادي كنقرا الليسي وعارفه راسي مور بكالوريا. واو وي بس بيان. من بعد الوالدين ديالك والعائله ديالك شجعوك على هذا المسار؟ طبعا هو صعيب شويه، لانه بالنسبه لهم الانشطه ماشي هي القرايه، ولكن الحاجه الوحيده هي انه فاش غيت البكالوريا طلعت كندوز نجحت في مدرسه المعلمات، مشيت لطنجه ونجحت في مدرسه المعلمات، وجيت في التعليم دخلت مدرسه المعلمات ومشيت وبخير، والوالد ديالي اللي كان باغي نكون معلمه وجيت دخلت للباك وما قلتهاش ليهم، ومشيت تاع الدوسي لي زاداك ودوزت لي زاداك، وانا كندوز لي زاداك فلوس باقا كنعقل دوزت لونتروتيان ونجحت، مشيت ليكري وما يجيو الريزولتا الو خاصني نلتحق كل مود سبتمبر. جيت وانا نقول للوالد ديالي انا تندوز نتي احد الامتحان دي ديالي جبت لي ديال التمثيل، ويقول لي لا سيري قري معلمه وتمرها تلقاي في طنجه واحد الجمعيه وبقاي ديري معاها هذا. لا راه فيه هوايه فبقى كنعقل. كونيكسيون معنا بلاتي بشرى الكونيكسيون فوالا، دونك بلاتي شوف واش غترجع حيت ما سمعناش هادشي كاع اللي قلتي دابا. لا عندك ولا عندك؟ عندي مزيان دابا، دابا مزيان اكسليزي لي ما كانش دابا مزيان مزيان دابا مزيان. وي بشرى صحي شويه الكاميرا هيا شوفي مزيان بارفي دابا مزيان صافي. الوغ قلت لك اوكي نكملوا هادشي الاخراني ما سمعناش واخا. الوغ ملي قلت لي فوالا راه شنو، قال لي ماشي مشكل سير لطنجة بعيد تاني وغتلقاي حتى جمعيات مزيان نشط بها. قلت لا فوالا تبقى حتى هواية زعما ما يمكنش ديريها احتراف كيف هو قراية. ففعلا قال لي خدم معايا طاكسي بيد وباقي كنعرف نطلع معايا نزل حتى للرباط. دخلت انا كندوز الكونكور تاع معايا وهبط، شنو كيلقى؟ كيلقى لي بارون جايين مع والديهم من المغرب كامل، اللي من طنجة، اللي من ناظور، اللي من وجدة، اللي من كل واحد منين. ف قال لي ما يمكنش انه الناس جايين من مدن بعيده مع ولادهم وحنا غير صوم ما نخليكش تقراي داكشي اللي بغيتي صافي. ومن بعد صافي الاولي لان كان الشرط هو انه تكون قرايه ماشي حاجه اخرى. وي دونك من بعد درتي لي زاداك والمسار ديالك اعترفتي فيه ايتو، قولي لي شنو الاغنيه اللي كتسمعي دابا؟ الاغنيه الحقيقه انا اللي كنسمع لكل شيء اخر دابا هاد المومو هذا اللي حنا فيه هذا قولوا هاد لا سيمين الاخر هاد لا سيمين في الحقيقه كنكتشف لي جون كنكتشف لي جون ولقيت انه بلاتي نقول لك شكون كنحاول
ملي تنسمع شي واحد مثلا خذا ان سوكسي تنحاول نمشي ونسمع الاغاني ديالو. ف داكور، شكون اللي سمعتي؟ مؤخرا سمعت هذا الوليد ايهاب امير، لانه يعني تيكتب وتيلحن وتيغني. وي اكتشف المبكسه عارفه كمغني، ملي اكتشفت انه فعلا تيكتب وتيلحن وتيغني، وماشي غير تيغني نفسه تيعطي حتى الاصدقاء ديالو، وغناو ليه بزاف ديال الاغاني مصورين، اكتشفتو هاد الكونفينمون. فبغيت اكتشفتي امي موهبه زوينه. وي الوغ شنو ممكن تقولي، شنو تقولي لباباك اليوم على هذيك المشيه اللي مشى معاك وعلى هذا النجاح اللي حققتي انتيا؟ اش غادي نقول لك، الوالدين دائما تيبغيو ولادهم يكونوا محسنين، والوالدين ديالنا بقدر ما هما بسطاء بقدر ما هما عميقين. قدر مثلا ظروفهم فوقتهم في زمانهم ما كانش عندهم الوقت باش يقراو او لا باش يوصلوا لتعليم عالي، ولكن كان الوعي الاجتماعي. فكنقول الوالد ديالي شكرا بزاف على المحبه، شكرا على انك على السند، وشكرا كذلك على انك خليتيني نتبع على الباسيون ديالي. وهذه رساله لكل اباء، ملي تشوفوا شي ولدكم عندهم شي موهبه شجعوه، كنبغيوها كنجحوا فيها. ملي كندير شي حاجه كنبغيوها اوتوماتيكمون تنجحوا فيها، ما تفرضش علينا شي حاجه ولكن راه ماشي كامل تيكونوا في بلاصتنا، فهمتيني؟ الو خاصنا نسمعوا لولادنا ونخليوهم يديروا شي حوايج اللي هما تيبغيوها ويفجروا المواهب ديالهم، لان المواهب ماشي دائما كتكون فنيه، كتكون مواهب علميه، كتكون مواهب تكنولوجيه، كتكون مواهب اجتماعيه، رياضيه. اي واحد عنده شي موهبه اي مجال من المجالات خاصو يتبع لا باسيون ديالو. صح صح. اوكي انا قلتي كدوزي نهارك في الكوزينه في القرايه في الكتابه، قولي لنا شي كتاب قريتيه و يعني ماشي غير دابا قريتيها بشرى ودل الافكار ديالك اثر فيك بزاف؟ لا في هذا الكونفينمون، في هذا الكونفينمون قريت كتبه، ولكن بحال قلت لك رجع للريبيرتوار القديم، ولكن هو واحد الكتاب باقي محطوط حدايا، انا غادي نقول لك علاش جبدته. الوغ فوالا، ما تنقراش كتب اللي فيها افكار عميقه ياك، ولكن تنقرا دابا دلائل بحال قلتي دليل. الوغ خديت هذا الكتاب لقيتو عندي، فيه هذا انكيت ديال الرياض في المغرب، لان الرياض لرياض في المغرب، لان تندخلو كونفينمون دابا عندنا الحجر الصحي، ولكن من بعد ما نخرجوا كنعرف لي رياض لي زوتيل اللي كاين في المغرب. علاش؟ لانني امنت انه المهم بعد الكونفينمون نشجعوا السياحه الداخليه، وقول السياحه الداخليه. برافو عليك. السياحه الداخليه، لان بزاف ديال المقاولات صغيره بالاخص لرياض، لرياض هما دي زونتربريز بعد ما كديرهم العائله وكتستثمر فيهم باش انه تنعش السياحه الداخليه او لا. انا قررت انني في العطله ما نمشيش نسافر، كنت دائما نسافر برا في العطله وتندوز كونجي مزيان وكنبقى نقلب على بزاف ديال الحوايج. هذا الكونفينمون علمني كيفاش نلقى لو بليزير اي لو بونور في الاشياء البسيطه. بلادنا زوينه وفيها لقيت بزاف ديال لي زادغيس ما كنتش عارفاهم، وسطرت عليهم بستيلو احمر وقلت اكيد الا تحت لي يعني الفرصه انني غادي نمشي ندوز فيهم الكونجي ديالي. و السفر ابخي لو كونفينمون ان شاء الله. دو توت لي مانيير ما نظنش غادي تلقوا لي فول بروشينمون، دونك من الاحسن الواحد انه يستافد يسافر مع العائله ديالو في المغرب، يعني عندنا بزاف المناطق خصها تشاف صراحه باقي ما اكتشفناهاش. ان ربي يرفع علينا هذا البلاء والوباء، لان ايطاليا قالت بانها في جويي غتطلق لي فول، اسبانيا حتى هي في جويي غتطلق لي فول، الوغ بزاف ديال الاحتمالات انه في الصيف يتحلوا، ولكن واخا يتحلوا نقدروا نتبلاصوا للخدمه. واخا يتحلوا باقي لو ريسك الواحد ما يسافرش دابا. باقي لو ريسك، الوغ الا كانت الخدمه اوبليجي باش نسافروا غنسافروا، ولكن باش نمشي سياحه من الاحسن ان الفلوس تنخسروا برا، وهذا يعني نداء موجه، نمشيو نخسروا فلوسنا في بلادنا في البلايص اللي بالدرهم بالدرهم باش ينعاش يعني الاقتصاد الوطني. بارفي بارفي. الوغ قول لي شي فيلم ولا سلسله اللي تفرجتي فيها من غير هادشي ديال رمضان حنا جايين لك. شنو نقول لك؟ كان عندك الوقت تفرجي؟ تفرجت في بعض الانتاجات الوطنيه اللي كانت فاتني الوقت ما شفتهاش، لان انا كنشوف الانتاجات الوطنيه كامل نقول عليها الجمهور اللي لان شنو الاسماء تقريبا كنا كنسمعها، ولكن كاين اسماء جديده
لا في المخرجين ولا في الممثلين، كنبغي نشوف العمل ديالهم كبير باش النهار اللي نطيح معاهم في لا البلاطو يكون عندي معرفه مسبقه بالعمل ديال داك، لان احنا عندنا واحد العين بحال قلتي تحليليه، الوغ ملي كتشوف شي واحد اكزاكتومون، لعب، ماشي بحال عين المتفرج العادي. متفرج، الوغ ملي كتشوف شي واحد لعب تنبغي نشوف البعد اللي غادي فيه، شنو هي جهده بروفوندور اللي عنده، السلاسه في الحوار، بزاف الحوايج كنشوفوا حوايج اخرى ما كيشوفوهاش الناس، كذلك شنو هي الزوايا اللي كيحط فيها الكاميرا ديالو، كيفاش كيشتغل، يعني بزاف ديال الحوايج. الوغ واخا ما تنكونش انايا خدامه في العمل، تنحرص على انني نشوفه باش النهار اللي نطيح مع ديك الناس في البلاطو نعرف كيفاش نتعامل. انا دابا كنهضر على الاعمال ديالنا المغربيه، واخا كنهضر على شي حاجه سلسله يعني في نتفليكس ولا شي حاجه تفرجتي فيها، شفتي شي حاجه؟ لا ما شفتش، انا نقول لك كنت نشوف مقاطع. دونك مركزه على الاعمال المغربيه. انا ركزت على ما هو وطني، لانه ملي تنشتغلوا معاهم بيني وبينك انا دائما عندنا صحابنا في العالم وعندنا انتاجات عالميه ضخمه، ولكن انا دائما مع مطرب الحي دائما يطرب، مطرب الحي لا يطرب، مطرب الحي شو اللي يعجبك اكثر من الانتاجات الوطنيه في المصطلحات. ما بقيناش نهضروا على الكم، ما بقيناش نهضروا على الكم، لا لا كاليتي دابا وكيف دابا، ولات نهضروا على التكنولوجي باش تنخدموا، التكنيك ولات عندنا بروفيسيونيل. شتي دوزي جوج الاعمال، جيبي واحد سيري ما عرفت منين وديري ايماج من هنا وايماج من هنا، ما غتفرقاش بيناتهم. كتبان لك لا ديفيرونس في ليماج ما بين شحال هادي ودابا. الوغ لا ديفيرونس في ليماج في لو جو في ليكليراج في لا تكنيك، بزاف بزاف ديال الحوايج، يعني هاد الحوايج كتفرح، يعني في السنوات المقبله القليله ماشي هذا غنوليو كنضاهيو الانتاجات ماشي غير العربيه ولكن الدوليه الى تحت لينا الفرصه. اكيد اكيد، فديجا المغاربه ولاو كيحطوا رجليهم في السوق العربيه دابا، هادي خطوه اللي كتفرح بزاف، اللي كتفرحنا كاملين. شفتوا بشرى انت ولفنا كانت السنوات الاخيره في قناتين الاولى والثانيه، وهاد السنه شفناك في قناه عربيه ام بي سي بعمل مختلف على لي سيت كوم اللي شفناهم سابقا. واش هاد العمل كان اختياري او لا صدفه فقط؟ بلاتي نقول لك، هي كانوا عندي مجموعه ديال الاقتراحات، ولكن انا فايت اشتغلت في مسلسل عربي 2011، كان مسلسل كريمه في قناه ابو ظبي، باقا كنتذكر مشينا صورنا في الامارات، وانا اللي تهمني هو لو غوتور، لو غوتور ما كانش ناخذو بمحليه باش نوصلو دارجتنا، دارجتنا اللي كانت واحد الوقيته كيقولوا اون بيكاب باتي في موا شعر. الوغ دائما لامباكت ديالي انا كمغربيه على مجالات اخرى مقطوعه. فاش شافتني هاد العام كانوا عندك اقتراحات وطنيه، ولكن قلت بلاتي ام بي سي الى لا، ياك بالاخص انا كنت انا ورشيد الوالي القدير والكبير رشيد الوالي من بين الاوائل الضيوف اللي مشاو للبرنامج ديال فيفي، ديال فيفي حنا اول وحدين مشينا لو بروميي جور دو تورناج. حنا جايين لهذيك فيفي، حنا جايين ليها. انا جاياك وانا نقول هذه سوق جديده، مشينا في الصيف ديك الساعات مازال كاينين اقتراحات ولكن مازال ما سينا عقود لواب. فاش جاني الاقتراح يعني درت اختيار، قلت فوالا من سيتي اختيار، يعرفوا شكون حنا ياك، وعندي مجال اوسع للمشاهده. فهمتيني دائما كتشوف، فهمتيني حيت انا نقول لك ندير كوميك سيت كوم شايفيني الناس، وي شايفيني الناس الكوميك، فهمتيني باش ما تحسيش براسك بديتي كتعاودي انفتحتي على مجالات واحد اخرين. فهمتيني نفتح ونجرب نفسي ونجرب قدراتي. الوغ فعلا هذا الشيء علاش دخلنا نمشي، لان دائما تنقول كاين لا كارير كاين لا جيستيون دو كارير، وانت كتبارك على نفسك ملي كتولي كتعاود راسك، ملي كتولي كتعاود. انا نمشي ما عنديش مشكل نخدم بزاف ديال الحوايج، لا في الرباط ولا في دوزيام ولا في اي قناه وطنيه، ما عنديش الاشكال بتاتا، وكانت عندي مقترحات، ولكن كان عندي ضيق الوقت باش نخدمهم. وين راه كياخذ منك الوقت والجهد بزاف الحوايج. المهم دونك اختاريتي انك تخوضي تجربه جديده اللي ما عمرك درتيها. اختاريت ان نطل بموضوع اجتماعي بشخصيه مختلفه وفي قناه مختلفه. اوكي دونك موضوع اجتماعي، شخصيه مختلفه جدا، شخصيه قمتي بها باداء متميز. الوغ قولي لي انا يا هاد القابله الغير شرعيه، شكون اللي عطاك هاد البيرسوناج، شكون اللي تانسبيريتي منه، اولا داكشي ديالك بشرى، كيفاش اشتغلتي على الشخصيه؟
انا نقول لك، انا يا فاش عيطوا لي شركه، دائما من تيعيطوا لي شي شركه الانتاج ما عمري كتسول على شي حاجه، اول حاجه كتسول عليها هي الكاستينغ. قلت لهم شكون اللي كاين؟ قالوا لي صعب. المهم قالوا لي سي المخرج الكبير ديالنا هشام شباري. قلت لهم اوكي الوغ مسلسل رجوا لي تحيه يا هشام الا كان كيشوفنا. لا هشام بال وعنده واحد تي واحد ابدا ابدا لا واحد الخاطر فهمتيني، وكيفاش كيف انا ديالو بلدة. وكانت اول مره كنشتغل معاه انا في التلفزيون واخا انه زميلي في العمل وكل شيء. الوغ سولت على الكاستين، قالوا لي خطيه وقالوا لي يا قالوا لي الممثلين. قلت تخي بيان ماشي مشكل، هادو كلهم اشتغلت معاهم عاد مشينا للنص. لان حنا عندنا ماشي غنقول دائما كنتخوفوا من السيناريو، لان بعد ما كنصور الظروف هذا فقلت كيف ما بغا يكون السيناريو معايا الممثلين زين، معايا الممثلين غادي تهزوا هذاك العمل باش ما كان، لان باقي حنا كندخلوا التورناج بروح تهز فهمتيني تهز. والوغ الهزان هنا ماشي دوزيام ولا ربع، خاصك تهز برا اكثر فهمتيني صافي. جمهور اخر ملي عرفت انه الممثلين شكون هما صافي وافقت على السيناريو. يعني اللي كان عندي هو انني كانت عندي برنامج في العشيه كنمشي كنصور في الصباح. لا يصح واحد الحاجه بشرى ماشي دوزيام رباط ماشي انتقاص منهم مقارنه مع قناه واحده اخرى، ماشي دوزيام رباط صافي ديك الجمهور ديال دوزيام رباط كيقبل على المغاربه ديالنا صح غير ما تجمعوا الناس حتى انا عارفه غادي تجي دوره هادي. لا ابدا انا نقول لك علاش، لان كان التحدي انه خاصنا نوصلوا درجتنا ونوصلوا احساسنا ونوصلوا للقصه الاجتماعيه خاصنا نوصلوها على حقها وطريقها وتجبد جميع الابواب ديالي. فقلت اوكي ماشي مشكل، ما كانش عندي الوقت. واللي عجبني انه كانت عندي البرنامج في العشيه، والبرنامج خصني ضروري نصور انا ملتزمه فيه من حتى الجمعه، وما كانش في صالحي ناخذ بروميير رول كل يوميا حاضر في البلان. يعني كان عندي الوقت ديال نشتغل على الشخصيه الخناته. الوغ ملي قريتها وبان ليا ستيل مشيت كنقلب، عندي بزاف ديال صحباتي ودابا يعني كيفرحك هاد الحويجات الان. ولا تحيه كبيره لكل الاطباء والممرضين وكل الاطقم الطبيه والمساعدين والاداريين كلهم اللي كيشتغلوا في قطاع الصحه. علاش الان وليتي كتبقي قابله قاريه وتهي مخرجه من معهد عالي وعندها دبلوم عالي تخصص قابله دابا تخصص كبير ودي جون غزالين كيعطوك الفرحه وكيعطوك الحياه. فتصاحبت مع قابلات وفي نفس الوقت كاين مولدات البلديات، مولدات الطريقه البلديه كيف ما كانوا كيولدوا بالسنا وبعد تحاولت دونك لقيتي مولده لا يعني عشرتيات انسبيرتينا لان مثلا مولده غتعطيني لي مو تكنيك تيخدموا بهم زين تورينا لي مو تكنيك. بالاخص انا ما صورتش في الكلينيك وما صورناش مع لي باسيون انايا حيت كان بحال قلتي دوزيام غول ما كانش عندي الوقت يوميا بحال السعديه وبحال خويا. الوغ ما كانش عندي مشاهد اللي كنصور الحرفيه او المهنه ديال هذا، في حين خدمتي بدات انا ملي طردوني من الكلينيك على التحرميات ديالي كتسم قشقر قريب. وهادو كتحاولي كل هذه خصال خبيثه كاينه في كل انسان، في كل انسان سمعتي كاع الخصال الخبيثه كاينه في كل انسان وكيلقاو هذا فيه الحقد هذا فيه السم. انت سمعتي كل شيء في شخصيه وحده الوغ باش تجمع هذاك الشيء كله في شخصيه وحده كتجبد الميكانيزمات والاليات اللي عندك في بال اللي فيهم التكوين فيهم الاكاديميه. لان شنو لو جو دانتربريتاسيون سي ان سي تدلاس بني بيه وكيبان في بانه راه شخصيه مختلفه، هادشي اللي كاين. دونك بالنسبه للقاء ديالك مع شي قبله ما كانتش القضيه انت راسك وصافي. لا ولكن عندي صحباتي اللي تشاورت معاهم فهمتيني تشاورت معاهم على باش تخاف لنا نخرج شي كلمه ماشي هي هذيك فهمتي. داكشي علاش حنا مشينا للجانب اللي بغيتي تقولي ماشي الجانب الشرط اللي فيها ولكن داك الحسد وداك الكره، لان في الانتربريتاسيون دائما كطرح داك لو سي ماجيك لو سي لو هاد خناتك من الاولاد، لو هاد خناتك كانت مزوجه، لو هاد خناتك كانت كود بحال السعديه لا ديبل بيرسوناج ديال الفرز لطيفه ما كانتش غتكون هكا. ولكن هاد لو ما عندهاش هي لو سي ماجيك ورغم هادشي كله رغم هاد الاداء المتميز اللي درتيه باتقان كبير بتنويه مجموعه ديال
الناس لا المتفرجين ولا المهنيين الناس ما كرهوش بشرى أهريج. علاش؟ لانه الشخصيات ديال الشر ما استطاعوش انهم يكرهوا بشرى أهريج انفسهم. ولكن انا فرحانه بلغوتو. علاش؟ لان الناس فرقوا تيقولوا لي ليلى لقيتك شي خناتك حياتك حيت انا تنقلب في الشخصيه شنو حاولت نجبد لها دي روبير. تقدر تلقاها في خدمتك، تقدر تلقاها في عائلتك، تقدر تلقاها في اختك، تقدر تلقاها في نفسك بعد مرات النفس اماره بالسوء راسك وكتعين راسك وكتحسبه. فحاولت انني هذه الهويات كلهم نخلقهم في شخصيه واحده والناس كيعرفوني انا كبشر ماشي هكا ماشي هكا. وكل ما تيجي الناس كيعرفوا حتى المتفرج يعني العادي راه بزاف ديال لي كومونتير كيقولوا راه ما كرهناش هاش راه خاطر كنبغيوها. ملي كتحاول ان الجمهور كيوصل انه الفرق ما بين الشخص والشخصيه فهذا وعي كبير منه. لان دابا ما يمكنلكش تكذب عليهم وما يمكنلكش تخدمهم لان المجال مفتوح لكل القنوات والناس ولات كتفرج بزاف. فما يمكنش انه تجي انت وتقول لي فوالا انا راني درت هكا ودرت هكا. هو تيفرق راسه والحمد لله الناس تفهموا بان الشخصيه ديال خناتها ما عندها علاقه ببشرى أهريج وهذا الشيء فرحني نهائيا. اوكي، انا بالنسبه لك بشرى التواجد ديال الممثلات اللي جاوا من السوشيال ميديا اشتغلوا معكم في نفس العمل واش هذه مساله صحيه ولا لا؟ انا غادي نقول لك هي دراما كاين لي ترونش داج كاملين احنا محتاجين الاطفال ومحتاجين المراهقين ومحتاجين الشباب ومحتاجين الشيوخ ومحتاجين بزاف لان حنايا الدراما هي غير عينه من المجتمع كنهزوها ولا كريستاليز في لوكال وكنقدموها للناس. الحكايه كتقدم الناس بممثلين. الوغ المجال مفتوح للجميع، المجال مفتوح للجميع، كل واحد عنده موهبه وعنده قدره على الظهور وعنده بزاف ديال الحوايج. حنا مستعدين ان نحتضنوه واننا نتكفلوا به ياك. لان بعض المرات ماشي بالدراسه تتحلي الجميع. انا كيفرحني ما تلقاش واحد مهندس وطبيب ومقابله ولا ما عرفتش ستيوارد ولا جو سي با كاين مينا ولكن في نفس الوقت عنده جانب فني اللي كيديفلوبي. بالعكس كانوا لان في الفن انا كنامن دائما بواحد الخصله، كل بنادم كل انسان جيد عاد قول لي شنو كتقول. دونك هذا رد على الناس اللي كيقولوا فنانات ما قريتش تمثيل ما هادي، ولكن ضروري لا فورماسيون باغ لا سويت. واحد ماشي اي واحد كتتاح ليه الفرصه انه يقرا. وحنا انا دابا كنهضر معاك استاذه ديال التربيه الفنيه وكنمشيو وكنديروا ورشات وكنقريو الناس وكنديروا يعني بزاف ديال اللقاءات مع الشباب في الجامعات وفي المعاهد العليا وفي كل شيء. انا ملي تنمشي كندرس الفن راه ماشي باش يكونوا فنانين في المستقبل، باش يكون عندنا ان بوبليك افيغ لافونير. اي او ميم طون ملي تمارس شي مهنه تمارسها بفن ومارسها بابداع. اسيدي انت كنت بوليسي، شوفي دابا غير البوليس اللي خرجوا في هذا الحجر الصحي هما اللي كيوقفك وتيقول لك عافاكم دخلوا ديوركم صبروا معانا. ويلي صبروا معانا؟ واش انت مخلي والديك ومخلي ولادك ومخلي صحتك ومغامر براسك وكتقول انا هذاك الطبيب اللي في الصف الاول وتيقول هذا فن الخطابه، فن الالقاء، هذا فن الحديث. واش فهمتيني؟ قالوا هذا هو اللي مزيان. دير اي مهنه ولكن كن فنان في حياتك. الفن سي ان مود دو في، سي ان مود دو في. الو هاد المواهب اللي جاو حنا احتضناهم وشركات الانتاج كتوفر ان كوتش ليهم. الفرصه اي واحد كتجي فرصته، ولكن الفضل البقاء والاستمراريه كترجع ليه هو. فهمتيني؟ جاو شباب من السوشيال ميديا او دوزو كاستينغ هكا ان كاستينغ سوفاج وقبلوهم على الشكل ديالهم او على ان غوكار ولا على ملامحهم او على اون بروفوندور كيلكو بار. لا حسب المتطلبات ديال المخرج. المتطلبات الدور، ولكن الاهم والمهم هو الاستمراريه. انا ما نبغيش نشوف موهبه دابا حفظناها وصافي ولظروف ما اختفت ونضيعوا فيها. ما عدا الاستمراري هذاك شغل هذاك، ولكن كاين بزاف المواهب ماشي غير في المسلسل ديالنا اللي وجوه جديده. مزيان وجوه جديده. بزاف المواهب وجوه جديده واللي حتى هي بنجاح كبير يعني تقبلهم الجمهور وعجبوهم بزاف. ماشي مشكل انهم مثلا ما يكونوش مقنعين ولا غير يبان بان الممثلين اللي عندهم التجربه هما اللي صابوهم، ولكن العار عليهم هما اللي تيتحملوا المسؤوليه ديفلوبيو راسهم يمشيو يخدموا
نشاهدوا المشاهد ديالهم. دونك اليوم دابا انهم يديروا تي فورماسيون كملوا باش يشوفوا مع عاوتاني الجمهور في صوره اخرى يديفلوبي على هذا الشيء. فوالا الوغ غنعطيك ثلاثه ديال السميات وغادي تقول لي شكون اللي عجبتك فيهم اكثر وشكون اللي كانت تقلب لك اكثر. الوغ كانت جيهان كيداري، فاطمه الزهراء بلدي، وسلمى صلاح الدين. شكون فيهم اللي كانت تقلب لك وعجبتك بزاف البشرى؟ البنات بثلاثة رائعات أخلاقا وجميلة جدا، ماشي غريبة عليهم. علاش؟ لأن سلمى هي صغيرة، سلمى اللي مانكا ألوغ ما عندهاش ديجا مجربة شنو هي لا بونكتواليتي وشنو هي البروفيسيوناليزم وبزاف الحوايج. زوينة في شكلها، كانت دائما كتجي مور المونيتور كتشوف كتسول هذا وهذا، وحنا دائما لا أنا ولا السعدية ملي كتحملنا في المشاهد تنقول هذا الشيء زوين، فرحانة فرحانة تلعب هذيك الفرحة اللي كتديكاجي من وجهها وكتديكاجي من عينيها وحبوبه ما يمكنش ما تخدنيش منها. وميم تو كتوصيها كتقول لها شوفي عندكم بزاف د الحب انكم تحطوا في بلاطو زوين. خويا كان اب من غير المشاهد. كنقول لهم راه ماشي ديما لي بلاطو دو تورناج تيكونوا فيهم الناس زوينين وظريفين وكيخافوا عليهم. كتقولي ما تعرفيش، نقول لها الدومين ارتستيك راه فيه الناس الخايبين فيه الناس زوينين. تيقوش بداك الشيء يعني كانوا تيسمعوني من بعد. فاطمه الزهراء بلدي ممثله مسرح، خرجت معهد، خرجت معهد فاطمه الزهراء. حنا هي كتعرف باش ندير لي جو، كتعرف لي مستويات ديال اللاعب، فهمتيني؟ لو جو كتعرف المستويات ديالو، كتعرف امتى تكون صمت، كتعرف بزاف ديال الحوايج. وتا هي كانت كتهز معاها البنات اللي كي جيهان كيداري هي لوغيا دي غروند ايكول لوان سي جي، ولوان سي جي انا اشتغلت معاهم في طنجة ولا في اكادير. عندهم واحد الكلوب ارتستيك وكيجربوا، عندهم كلوب ديال التياتر خويا كنت صورت معاهم با مال دو فوا. وي الوغ في المغرب كامل. وما تنسيش بانه الطلبه ديال لوان سي جي هما سي ديزانجينيور، كيتخرجوا ديزانجينيور في المغرب، وكاين كيتخرجوا دي ماناجير في الماركتينغ بزاف ديال الحوايج. الوغ هادو سي دي زارتيست دام. الانجينيور شنو هو؟ اصلا ارتيست تكنيك اكثر من لوكوتي ارتستيك. يعني كاين كاين لا فوكشات خاص غير اللي يخدم عليها. وكنظن شكون اللي عجبتك فيهم؟ ما نقدرش نقول لك وحده، ثلاثه كانوا معايا. ثلاثه فيهم عجبتني لي وحده دور شي وحده عجبتك على الاخرى. ما غيتقلقوش ما غيتقلقوش، كنجيو لهم تحيه وكلهم بنات فريمون كنتمنوا لهم النجاح والاستمراريه تبارك الله عليهم. غير قولي لي شي وحده فيهم اللي عجبتك. بثلاثة كانوا جوست في لو جو، لأن كل واحدة كان بثلاثة كانوا جوست. حتى وحدة مديريات، حتى وحدة يعني بعدين ديال لو جو كانوا شادينها مزيان. ولكن فاطمة الزهراء بلدي، فاطمة الزهراء ماشي تنقولها حيت لي زاداك نو با دي تو، فاطمة الزهراء بلدي في لو جيستويال في المينيموم جيست في الديتاي بقات مقاربية، بقات مقاربية. وكان بيرسوناج الوغ ديك الكحه كيفاش كتخرجها، ديك زعما ديك الازمه القلبيه اللي عندها، يعني هادو الحويجات كاملين. وكيفاش انها البنت الوسط ايكيليبري اونتخ لي دو، حافظات على داك التوازن بوندون 30 حلقه وكانت جوست. فكنظن انه الخدمه المسرحيه اللي كدير من قبل نفعتها ونفعتها بزاف. وكنظن بانه كتشتغل على راسها، فكنتمنى لهم ثلاثه التوفيق والنجاح. ولكن فاطمه الزهراء بلدي الما ماركي في الوجود ديالها. صافي الوغ غنعطيك بعض الاسماء وغادي تقول لهم ليا في كلمه. مرحبا. ساديه لاديب. ساديه لاديب لا دوسور اون ايماج مي لا دوسور اوترومون. تيلي ساديه لاديب 10 ديال 8 مات القرايه، ممثله من العيار الثقيل، كتعرف كيفاش كترسم ماشي كتمثل، كترسم بليموسيون. عرفتي شنو هي بانتر ميلونج دي كولور وكترسم بليموسيون. فالساديه لاديب كبيره بزاف، تبتات ما محتاجاش انا نقول فيها هذا الكلام، ولكن اللي عارفه بانه تبتات كفاءة ديالها في اعمال عده، ولكن في هذا الدور بالضبط ديك الحنونه، ديك الام اللي حافظه على العشه، وهذيك هي المراه المغربيه القحه. هذيك هي المرأة المغربية اللي كتبني عز الزوجية بالعش، الزوجية هي والزوج ديالها. لأن حنا المغرب راه الأغلبية العائلات هي بسيطة، والعيالات والرجال في ميزان كي بجوج على ود وليداتهم، على فمثلت هذيك المرأة المناضلة المكافحة على عز الزوجية وعلى بنيتها باش تربيهم. ممثلة كبيرة اللي كتصبر على ولادها. وي
كبر على وليداتها وكان محمق على السعديه لديب لانني خدمت معاها في المسرح وكانت اول مره كنخدم معاها في كنطيح انا وهي في مشاهد فكانت كتعطيني كتعطيني ليموسيون كتعطيني الجهد وخناتها ملي كتكون في فصل اللطيفه غير بالعينين كنا كنتفاهموا غير بالعينين كنحس بالكونتراست بيني وبينها صافي اديري كلمه ناري ما نقدرش نقول لك اخر سالي اوكي معلم شوفي راه محمد خويي محمد خويي اش نقول لك ما نقدرش نقول عليه كلمه واحده حتى هو يا لان محمد خويي راحتك خويي محمد خويي كنعرفو كنت من المسرح من عباس ابراهيم الله يرحمه من الورشه والمركز التكوين المسرحي اللي كانت يدير في مسرح محمد الخامس من خبز وحجر مع المرحوم الطاوي من يعني بزاف ديال الحوايج من القايد اللي لعب عينيه كي كي كيبينوا لينا اللام اللي هاز الوغ كان في دور ديال المختار لخص لينا يعني كان كل واحد في كيشوف فيه باه جمع البوات كاملين في الشخص المختار وهذه ما يمكنش يديرها شي حد الا خويا وكيف ما كتشوفي الصغير كيفاش خلاهم كيفاش كبر راسو كيفاش كتافو كانوا تيمشيو كيفاش المشي ديالو هذه ما كانش ممكن يخدم عليها شي حد الا واحد بحال خويا اللي بغيتي تقولي شم الغبره ديال الصين لعب بزاف ديال المرات في الحساب وي بيان سور ممثل كبير محترف ومشخص هو كيتعجبو هاد الكلمه ديال مشخص ماشي ممثل وماشي مؤدي وماشي عدايز فإلى ماركي المغاربه بزاف ديال الشخصيات ولكن في المختار كل واحد شاف فيه بواه فهمتيني فبغيت ربي يعطيه الصحه والجهد ومشكلات معايا عالميه محمد خي الله يحيي لينا هشام الوالي هشام الوالي الحبيب ديالي مسكين هشام الوالي انا فرحان عليه علاش لان هشام الوالي دائما كانوا كيعطيوه الادوار المصاحبه دائما ما تيكونش البطل اللي كتيكون مصاحب للبطل داك ولدي في شوش هنا الى ماركي لا بريزونس ولعب هو ماشي شرير حتى هو بحال شي بيرسوناج ديال خناتا ولكن حاول يلعب داك النزق بطريقه اخرى بان طريقه زوين للجمهور ما كرهوش حتى هو شي يهز بروميير غول فهمتيني دابا كنتمنى ان عوده جميله ليه فان بيرسوناج يا ماركيز دائما كنت كنقول ضايعين فيه لان المخرجين كنتوا يشوفوه دائما تيجيبوه هكا وكذا ماشي واحد اللي نزق وشي واحد ولكن هنا كنتمنى ان الفرصه الجايه اللي تجي ياخذ هشام قوم يقول لانه قد عليه بجداره واستحق اوكي دونك قولي لي سالينا الاسماء علاش اختي تكرفستي على في فيلم دوكك بتيش درتي ليها ما يمكنش لانني انا نقول لك عندنا تجربه كي داز انا غادي نقول لك التجربه ديال خنات ديال انا في عبدو بدا البرنامج واخا كنعقل سافرنا حنا الاولين انا ورشيد الوالي هما من الاوائل وي حنا الاولين ديال التورناج كومي جور دو تورناج كان عند عمر لطفي توسيام جور دو تورناج وما لقاوناش بعمر فكرهم حتى ما خلاوناش نتلاقاو به وما عرفناش حنا زين واش كاينه ملي مشينا نصور النهار الثاني مشى رشيد هما في مصر ما كيصوروش بالنهار كيصوروا دائما بالليل الاستوديو عندهم دائما بالليل الدوره رشيد صيفطوا لي انا الماكيور كوفر لوطيل تنقول لهم شنو نلبس شنو نوعيه البرنامج تيقول لي حنا ما عندناش اخبار تتوصلي المهم مشيت جا الشيفور داري الاستوديو فاش وصلت للاستوديو تنقول لهم غير قولوا لي شنو الاسئله نوع البرنامج بقاو بلوكي هو يخرج عندي المخرج بقى تنذكر ويقول لا بوشر غادي تدخلي راه في عبدو غادي تستقبلك تنقول قال لي كيفاش برنامج فني قال لي غتدخلي وتعرفي انا فاش دخلت ما عارفينش حنا بانه كاميرا كاشي ما دخل داخلين ما عارفين والو فاش دخلت بزاف الناس كيسالوا راه واش عارفين ولا ما عارفينش الناس ما كانوش عارفين اللي ما كانوش عارفين ما عارفاش بانه كاميرا كاشي لانه قلت لك حنا الاولين نشيها فاش دخلت الاوائل كبار خدمه انا تعاملت معها بتلقائيه ولكن باش تجي وترش عليا الملح كتستفزني كيفاش العين انا من الاول وهذه ربما
بزاف الممثلين كيديروهم مثلا كيطيحوا مع جنسيات اخرى، دائما تنحافظوا على لجنه اننا نهضروا بها. ملي قلت لها شوف اختي انا ما عنديش نعينك لان ما عيني خاطر ما حجباني مكرونين، لا رياكسيون فيها الشك واش فهمتيني؟ قلت تروح لي الملح الوغ انا باش ما تحسبش عليا انها زعما انا الضيق. قالوا لنا بان انا نصور برنامج ولي كيف مازال ما وصلتش شي حاجه ماشي هي هذيك. انا ردي عادي انا ما تدخلينيش معاك السحر، ما تدخليش معاك الشعواده، ما تدخليش معاك العين، لانني كنا حنايا كنخدموا قدراتنا ولا كنتي كومبيتون ما غتخافي لا من عين لا والو فهمتيني. هذوك ردات فعلي كانت طبيعيه جدا. ملي استفزات زينب لقيت راسي اوتوماتيك ما حسيتش كيفاش كنا دافعين على زينب، لان زينب اه ويلي سهرتي عليها سهره. زينب انا كنعرفها لان اشتغلنا في السينما اشتغلنا في التلفزيون واحد المربيه ظريفه ظريفه بزاف وكتخجوله خجوله. فجاتني جي ديك لا سوربرايز او داك السوسباس اللي كيتخلق وما خاصكش تكون انت تخرق الكونتراست مع هذاك اللي قدام. فملي بدا الرومانسيه وطاح لي تنقول كيفاش نفشوش راه انا حيت انا فعلا ضربتني الجاجة في رجلي ضربتني الجاجة هذيك السيده كطيح الجاج كان هذا فلقيت راسي وكيفاش داروا فيا انا خصني ندافع على راسي رياكتور فاتمه. وفي نفس الوقت تبقي مأدبه فهمتيني خاصك تقيم بزاف د الحوايج. لا رياكسيون اللي درت انا خلاتهم ما يوصلوش للماء للحمام والتبريا، خلاتهم ما يديروش تفركاع ما يديروش بزاف ديال الحوايج. بزاف د الحوايج ما داروهمش قبيله لحظه جمعتي عليها الشعر وصافي شنو دابا بقات تقول لي بان كتعاير وكتسب. تنقول انا شي حاجه ماشي هي هذيك و اون ميم طون تنقول انايا الا كنتي زعما غادي لا ما احترمتينيش ما غاديش نحترمك واخا تكوني انت في عبدو. الا كنتي اختي قلت الا كنتي انت في عبدو ديال ماسك اختي انا واش لا ما قلتي لا لا في عبدو ولا حتى شي حاجه. ما قلت لك انا تيهمني الانسان اولا واخيرا، كوني بنادم عاد تقولي لي ما كنتيش معايا بنادم المره الثانيه خلصت انا خصني نوريك شكون هذا. وقلت لك قلت لها ما احترمتيش الغمومه في هذيك الردود الافعال ديالي تما فين عجباتهم لانني تواجهت معاها. عجبني الحال لوغوتو لان الناس المغاربه كلهم قالوا لي زعما عجبهم الحال وحتى المصريين. لا الاكثر يعني شاركوا كيخافوا جو سي با شنو كيهضروا ما كيردوا الفعل ديالك انت اوترومون. لا وحتى المصريين عجبهم الحال فهمتيني عجبهم الحال بزاف لانه تيقول دخلوا لان تعرفي دابا يا غير هذا دخلوا عرفوني شكون انا وشنو كندير وش بلادي دي وبزاف الحوايج. قالوا فوالا راه السيده ردت فعلها ماشي عاديه لان راه اش كدير وعلى شكون مستواها العلمي وعلى مستواها الثقافي وهذا. انا فاش شفت الفيديو ديال المصريين عجبني الحال اكثر. قلت مازال المغاربه تيعرفوني ولكن المصريين شهدوا فيها عرفتي لا انت وطلعت قلت لها انا جايه لابسه البريان تبقى صحابي غتعلميني زعما على الفن وعلى الرقص. قلت لها دابا انا نعلمك الشطيح باش من الاخر نقلبها ضحك. هذا هو اللي كانت غير لا في خبارك تسمى نيكي ميناج ديال المغرب. ويلي في خبارك دخلت كنشوف لالا نيكي ميناج دخلت كنشوفها في روبي راوني في هذيك المغنيه برافو عليهم عجبني الحال. لا لا ماش شكلا انت كان جيتي غزاله بزاف داكشي باش بحسك. الوغ قولي ليا الا كانت عندك فرصه انك ترجعي للماضي في بشرى شنو تبدلي؟ بيني وبينك والله ما غنبدل حاجة وحدة ما بدلتش. انا نقول لك علاش لانني اي حاجه انا اي حاجه كنديرها كنديرها بحب وباقتناع تام وما ندمت على شي حاجه. واي حاجه جات كنقول فيها الخير كنمشي فيها جوج كوبو. اي حاجه لا في خدمتي لا في علاقاتي اي حاجه مشات ما فيهاش الخير. عرفتي كتكوني متشبعه بالايمان وكتكوني الايمان قوي سي صح لا وكتكوني مصالحه مع ذاتك و تي ترونسبارونت ترونسبارونت ما كتبقيش ديري شي خدمه وكتقولي لي يمكن غشيت ولا يمكن لا جو سوي اونتيير جو سوي بيور جو سوي بغي. الوغ في علاقاتي كنمشي جوست ملي كنبغي شي حد كنبغي صح اللي ما كنبغيش ما كنبغيش. هادشي اللي الناس تبغيك البشره لانك في اونتيير ماشي تنقول لك هادشي زعما باش لا ما ملي ترجع شنو زعما نقدر ندير خدمه اخرى. ما كنت تتخيل راسي ندير حتى شي حاجه الا الفن الا الفن. ما كنتش
تخيل راسي نكون شي مهنه اخرى الا انني كنخدم ممثله، واقسم بالله زعما خذيها من عندي علم اليقين. تخيلي اول عمل درته ملي شريت الكاميرا وتخلعت، شفت الناس، شريت التلفازه وخرجت الناس وعرفوني، كنقولوا ويلي 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 الخدمه اللي كندير كتشاف، لان ما كانش مهم انني نتشهر ولا نبان. شنو اول عمل؟ اول عمل لا كنت واخا كنقرا في كابريمالي ليزاتك، وكان مسلسل سميته ولاد الناس مع المقتدره فريده بورقيه، وكنت كنصوره عاوتاني بالتخبيه لان في المعهد كانوا مانع لينا ان نصور. وما بانش حتى تخرج حتى سوتنيت الميموار ديالي وتخرجت. الو باش بان عجب الناس تنقول وين تي الخدمه اللي درت كتشاف، لان ما كانش مهم ماشي لا باسيون اللي غادا بيا هي انني نتشهر، لا لا هو انني ندير شي حاجه اللي كنبغيها. يعني انا يعني الشهره جات من بعد لان عملي اللي كندير محكوم بالصوره، فهمتيني؟ لذلك ما كتغرينيش الشهره، ولا كيغريني انني نتعرف، ولا كيغريني ان بالعكس حب الناس هو مسؤوليه كبيره، وكنحاول ما نحافظ انني نبقى منهم ونبقى طبيعيه جدا، لانني المهم عندي هو هذا الحب اللي كيجمعني من الناس، ماشي انني نتشهر ولا انا ولي بيرسوناليتي بوبليك نترفع عليهم. بمعنى دونك نجاوبك على السؤال، الوغ ما ندم حتى على شي حاجه، اي دور هو تريد اي ضرب تجربه كتعلمي منها، ولكن كيكون الشخصيه ديالك واي علاقه انسانيه دخلت فيها، يعني مثلا كندخلها بحب وبصدق كبير. لذلك علاقتي الحمد لله كلها زوينه، ولا ما بقيتش مع شي حد راه ماشي انا اللي خسرته، هو اللي خسر، هو اللي خسر والله العظيم. برافو عليك، ماشي انا، ولا الا بقيت مع شي حد صافي تيخبر عنده مكانه كبيره عندي، ولا ما بقاش معايا راه ماشي انا اللي خسرته، راه هو اللي بان فيه الديفو مشى بحال. هادشي اللي كاين. فوالا فوالا، اجي ماشي تو غوتي يا فرندا. انا ليا سي ناسترولوجيك لو 27 جويي سبع اون بلان شمس اون بلان قمر اون بلان تو. اوكي باش تقول لك انا عندك ان سوبر بوفوار شنو تبغي يكون؟ سوبر بوفوار، قوة خارقة شنو تبغيها تكون؟ إذا كانت عندي قوة خارقة يا أختي ما كرهتش نحتفل بآخر أمي في المغرب في 1930. آخر أمي في المغرب، آخر أمي، كنت احتفلت به مع الحرب العالمية الثانية وخرجته من المغرب. واي 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 قالت لك هي عندي هنايا، عندك انت تبقى بيزار على هنا. انا عندي لا انا عندي هنا في يدي هذيك اللي درنا في ابتدائي، نديرها للمغاربه كامل في الربعينات، كنت احتفل بوجدي وخرجنا اخر امي، لاننا نستحق ان نكون كنا واعيين، كنا مربيين، كنا متخلقين، كنا عنده ظروف جيده للعيش، لان كنستحقوا المغرب وكنستحقوا وطنيتنا كامله، وخاصنا نكونوا يعني. فكيبقى في الحال ملي كان مثلا كتشوفي شي سلوكات غير لائقه كتقول ما كانوا الناس فاهمين وواعيين ما كناش غنتعرفوا. تو دافي تو دافي. الوغ الا كانت عندك فرصه انك تبدلي حياتك مع شخص او لا شخصيه معروفه ولا شخصيه تاريخيه اخرى لمده اسبوع تعيشي هذيك الحياه، شنو تختاري؟ شكون تختاري؟ شكون اختار؟ كتمني شي نهار انك تعيشي حياتها؟ حقيقة الحياة ما عمرها ما كتكون كاملة، أي واحد فينا شغل شانو ولا كبر شانو كيف ما بغى يكون، لا مستوى العيش ديالو ولا أصله ولا فصله، ما كايناش الحياة ما فيهاش الكمال. هذه قناعة مربي عليها ومن الصغر. قالوا غير عطاتك حاجه كتحيد لك حوايج هما، وشتي حتى هذاك اللي حتى هذاك اللي كيبان لك يتظاهر بالسعاده او سعيد، كوني متاكده انه عنده ان مالوغ كيلكو باغ ان مالوغ. الوغ ما عنديش شخصيه معينه، ولكن كتكون شخصيه تاريخيه عشتي شي حاجه بالي تتمنيتي انك تكوني عشتي فيها؟ نقدر نقول لك سميتو ماشي حتى هي عندها بزاف ديال المالوغ، ولكن انجيلا جولي.
ونمشي جميلة جميلة. للعالم، نمشي نسمع ألا الفقراء. شنو لو كوتي اللي كيعجبك فيها جوستومون؟ لو كنت ايمان اللي فيها، والعالم كله كيشوفها زوينه ولكن هي ما كتشوفش راسها زوينه من برا. العالم كله واخده اون ليجوند ولكن هي ما كتشوفش راسها زوينه، ما كتشوفش راسها محظوظه، كتشوف راسها انسانيه اكثر، كتشوف راسها من الداخل. وهذه كليموسو اللي هزتها الناس. والنهار امتى الما ابريسيوني، النهار اللي مشات وحيدات تدي ديالها زوينه، وهي تقول لهم لا، لان الام ديالي ماتت بالسرطان وانا بغيت ندير هكا باش نبين للناس بانه الجمال الداخلي ماشي هو الجمال الخارجي، وباش نقول للناس انه فوالا شنو. ف من غير الممثله ولا هذه قوه منها، هذه باش دير هذه الخطوه راه خصها تكون فريمون لا فورس باش ديباسي الكوتي بسيشيك وتوقفي عليها. فتنقول لها شابو، وكون كنا في عالم اخر ولا في بلد اخر اللي ما تحاكمش على بزاف ديال الحوايج، غادي نقول راسك وتحقق فيه احلامك، ما تبقاش غير دير الاعمال غير باش تكون حاضر ولا تكون تبع الباسيون ديالك. ندير عمل واحد ماركي به الناس، ومن بعد نخصص كل ما هو عندي من جهد ومن فلوس ومن قدره ومن ستاف ومن بزاف الاعمال الانسانيه والاجتماعيه، نسافر العالم وفين ما كانش محتاج انني نمشي عنده، بغض النظر عن اللون وعن الجنس وعن الدين. بخير الا غادي نرجعوا لشي حقبه زمنيه، شي حدث تاريخي تمنيتي انك تكوني عايشه فيه؟ حدث تاريخي تقدر ما يكونش تاريخي، ما كنتش نكون دي سانيني تكوني دي سانيني. هذا جواب على شي سؤال اخر، مش تمنيتي تكوني بنات ماما جيري ديك الخفه ديالك ديك المنطقيه ضبط جيري طومي. انا كنت طوم طوم ماش. الوغ دابا غادي ندوزو شويه للكوزينه، انا عارفك حادقه. اش غنسولك غير واش تعلمتي شي حاجه جديده في الكونفينمون، شي طبخه جديده بديتي كديريها؟ ايوا نشوف واش انا كنعرف ندير. مثلا البلدي كنعرف نصاوبو، ماما كتعرف تصاوبو مزيان، انا كنعرف نصاوبو بلدي مزيان، يعني كسكسو رفيس داكشي كله كنعرف ندير. ولكن باش نقول لك داكشي حلاوي وهذا هذا كيجيني زعما الناظر شي حاجه. طيب جربتي بعدا؟ جربت ولكن داكشي ما كيصدقش، ما كيصدقش صافي. دونك خلينا غير في البلدي. لا، اللي اكتشفت هو انه كتجيب جات الخدمه حتى المارس عاد باش ظهرت اول حاله في وي وي اوكي. انا قول لي شي بلاد تبغي تسافري ليها جوست ابري لو كونفينمون، كتمنى تمشي لها؟ فين تبغي تمشي بشرى؟ كنت انا نقول لك هاد رمضان كنت امنيتي انني شكون خدامه سيرو كون نعم ماما لا خدامة عندي لايف دايره لايف ما بقى لينا والو بقى لنا ايه بغيتيني انا شويه نطلع عندك ماما كدق شكون نقول يا البلاد يقدر نمشي بها. انا هذا رمضان كنت كل سنه كنت الوالدين ديالي كيمشيو للعمره، وكنت مخططه انني بغيت نمشي ندوز معاهم ل 27 في العمر في الديار المقدس. واخا كان البرنامج عندي غادي يكون مباشر، كنت غادي نشوف واخا نمشي غير بايام الاخرى. كنت زعما غادي انني كانوا كيمشيو كل عام. بلاتي بشرى لا كونيكسيون، حبسي ترجع لا كونيكسيون فوالا صافي باش ما نعاودوش. انا كنت عندي ديك الامنيه دائما انني نخلط عليهم ليل 27
دوز معاهم غير 3 ولا 4 ايام بالعمره ونجي. ان شاء الله تكتبوا العام الجاي. كنت من بين المخطط ديالي هاد السنه. مانيفيك. فوقع هذا الشيء. فاول وجهه من بعد ما يترفع البلاء والوباء، وكنتمنى انها تكون بعيد المولد النبوي الشريف، انني نمشي ونكون مع الوالدين ديالي، يعني مع الوالده والوالد. الله يكتبها لكم ان شاء الله في القريب العاجل. حنا يمين مع الوالدين، لان اللي عنده اللي تحت ليه الظروف فمزيان يدير داك يمشي لذاك المقام الجميل مع الوالدين ديالو، ويكون دعاء من عندهم، لان ما كنعرفوش الايام والاقدار شنو ممكن توفر لنا. واللي عنده والديه خاصو يتهلا فيهم ويعيش معاهم هذه اللحظات، لانها فعلا هي اللي كتفرق. دابا الا قالوا لك انا لا، غادي تجمعي لا فاليز ديالك وغادي ما تبقايش عايشه في سلام، غتمشي تعيشي في شي بلاد في ضخام. لا بس شي بلاد بليتو، مدينه مغربيه، باردون، مدينه مغربيه، شنو شكون تكون هذه المدينه من غير سلام؟ لا ما عنديش مشكل، انا في اي مدينه ما عنديش مشكل، لان انا كنحاول انني انا في ما تحطيت، في ما تحطيت كنحاول نكون افيكاس. ما تتدف فاسيلمون، ما عنديش مشكل. الو حطوني في مراكش غنولي مراكشي، حطوني في كازا غنولي كازاويه، حطوني في طنجه غنولي طنجه. تعيشي عادي ماشي مشكل، ما عنديش مشكل، لان انا لوروبير ديالي، انا ما عنديش مشكل في المكان. والله العظيم ايمان ما عنديش مشكل مكان وما عنديش مشكل زمان، انا عندي مشكل ناس مع منكم. شتي نقدر نكون في مكان بسيط جدا، ولكن اللي كنت مع ناس فرحانه معاهم ما تيهمنيش. ونقدر نبغي يكون هذا المكان عندي، نقدر نكون في القصور وما عرفت فلسطين كطول وما نكونش مرتاحه وما نكونش عليز. الوغ عندي مشكل تباشر، ما عنديش مشكل زمان ومشكل مكان، اي مدينه تحطيت فيها غادي نولي منهم وغادي نولي بنتهم. هادشي اللي كاين. بارفي بارفي. واخا عاودي لنا شي سفره اللي سافرتي وكانت زوينه بزاف من حيت الان باقا كتفكريها. فين كانت؟ سفره بزاف ديال السفريات دوينه. كتسافري بزاف عارفين يعني بحكم الخدمه ايتو، ولكن شي سفره غتكون سبيسيال ما تنسات ليكش. انا غادي نقول لك واحد السفره اللي كانت ماشي سبيسيال، ولكن وقع ليا خلط جغرافي. خدمت في بلاد وما عرفتش شكون هي ديك البلاد فين انا، ما شنو هي الله اعلم. والله العظيم والله العظيم انا نعاود لك الحكايه. كانت عندي اون تورني تياترال في الكروب دو ليست، وكانت اون كروازيير كنتذكر، وكانت اون كروازيير مشيت في الطياره تاع فيان ان سبيكتاكل، وهذا كان في واحد البروجي ميديترانيا لا بغيت تقولي. وكنت ماروكان، وكان معايا المدير ديالنا السابق معايا الله يشافيه والله يطول في عمره. نحن مش مغاربين، كنا دي زارتيست من العالم، سي دي زارتيست دو تياتر. الو غي تياتر كومان ان باتو، ان باتو اللي كان ان باتو دو فو وردوه ان باتو دو بي، والباتو فيه كان بارد، وكاي بلاد وصلنا ليها كنزلو كنمشيو طياب ناسيونال ديالها وكنلعبو. ياك الوغ مشيت بالفول حتى لفيان، ياك وملي مشينا لفيان ديريكتومون مشينا للباكو بوطو راسها كيطلع في داك الطوب. الوغ مشينا للتياتر، انا عارف راسي في النمسا، سالينا السبيكتاكل في النمسا، مشينا انا غير بالباكو كتنزلي كتمشي للتياتر ناسيونال ديالهم كتلعبي. والتياتر عاوتاني كترجعي عاوتاني للباكو. وياش كنت في الباطو يعني في البحر. الوغ مشيت لسلوفاكي، واحد الوقيته دخلنا دخلنا لسربي، دخلنا لسربي. دابا انا في حياتي عمري ما مشيت لشي بلاد فيها الحرب، وما عمري ما مشيت لشي بلاد فيها القرطاس، يعني الحيوط باقي متقوبين بالقرطاس وداك الشيء فهمتي. دابا وصلت لسربي، انا سربية كنسمعها في الاخبار، حرب الشيشان البوسنة والهكسك والشيشان والصحية. قالت لي انا هي الشيشان اللي فيني. تخيليها فاش نزلنا من الباطو داونا للتياتر ناسيونال لعبنا، رجعنا بحالنا للباطو بطنا في لي كابين ما نقولكش كي دايرين. لو لوندما خرجنا للبلاد انا كنقيم راسي خصني نشوف دوك اللي بفوله زعما المسلمين، تنقول لهم السلام عليكم، كنلقى عباد الله ما كاينش انت يردوش عليا السلام، وانا نقول علاش هذا ما كاينش شيشان، ويقولوا لي لا هذه راه صربيه ماشي شيشان. الوغ باش تنقول لك بانه وهذاك لو فوي حتى وليت تنقول ديري عمري ما تمشي بلاد فيها الحرب، مشيت لبنان ولكن كنت مضروبين. الوغ صربيا ديك الساعه كنقول لك هادشي البروجي كان 2007، فهذاك لو فوي اجمل بانه كندوز كنلقى بان ملي كدوز الحرب ماشي
جد الو كتدمرها في المعمار ولا في الشوارع ولا في بزاف ديال الحوايج، ولكن الراجل كيحاول هو اللي يبني البلاد من ما لا وجديد. صافي كملنا صربيا، باقي كنعقل مشينا لرومانيا، ومن تما عاد دخلت المغرب. هذاك الفواياج عمري ما نسيته، لانه كان في يا الحرب سوى مشكلة. عن الدانيوب، لودانيوب، درت لودانيوب كامل، شفت اوروبا الشرقيه بالمعمار ديالها بالمسارح ديالها، وعرفت بانها كلها كانت سباق في دراسه الفنون وفي بزاف ديال الحوايج، المسرح كيفاش انطلق منها وكيفاش بدا. فهاد الفواياج عمري ما نسيته، لانه من بعد كيفاش؟ لا ما عمري ما وليت درت شي كروازير من بعد، وما عمري ما اه وليت كيفاش؟ درت شي بلاد فيها الحرب. داكشي نسيت. بعمر ما يتنسى ليا، لانني داخله وكنت عاين الناس يكونوا مسلمين، تنقول السلام عليكم تقبل الجو هنا هو. اوكي بشرى، الحديث معك زوين بزاف وما سخيتش بيك. الاسئله ديالي سالت انايا، غادي نحاولوا نقراو الاسئله ديال المتتبعين ديالك. اللي عنده شي سؤال مرحبا بكم، بشرى معكم، طرحوا الاسئله اللي بغيتوا، لان يعني نقدر نكون انايا نسيت ما طرحتهاش او لا بغيتوا ترفعها، مرحبا بكم. ومن بعد كنذكر بان في الاخر ديال اللايف غادي يكون عندنا فائز ولا فائزه بلقاء مع بشرى اهليش. ادخل لي كونفيرمون ان شاء الله. اللي في مدينه بعيده يجي مرحبا بالاسئله، واللي في الرباط عاوتاني نتلاقاو معاه ونشوفوه ان شاء الله. يفهمها شكون اللي بغا يتلاقى، شكون اللي بغا يفوز معنا باللقاء اننا نتلاقاو. شكون هذا المحظوظ ولا المحظوظه اللي غادي يتلاقى ببشرى؟ واش غادي تكوني في الجزء الثاني ديال سلامات؟ طبعا ان شاء الله يا ربي. دابا يا يلاه الممثلات كلهم في كلمه، حيت ميدان ما عجبكش الشيء ما طلعت الكتبه. الوغ الجزء الثاني ديال سلامات يلاه قالت لنا القناه انه غادي يكون، فكنظن انني خاصني نكون فيه، وغادي تكون ضروري ان شاء الله شخصيه يعني باحداث جديده بتفاصيل اخرى بعلاقات اخرى، ونتمنى انها تعجب. نقول لك امتى الجزء الثاني؟ مزروبين مازال ما عرفناش، نخرجوا من الكونفينمون بيتا، الكونفينمون، تواصلوا مع شركات الانتاج، كذلك يتكتب السيناريو، يتكتبوا احداث جديده، وعاد ديك الساعه نعرف. بغيت نفوز باللقاء هذا، بشرى احسن ممثله، الله بغيت نفوز باللقاء هذا حلمي، بقى معنا حتى الاخر، ومن بعد ان شاء الله تربحي 100 كتبي اب. ايمان بشرى عيدكم مبارك، عيد مبارك سعيد عليكم. امتى غادي يبدا؟ مازال ما عرفناش يا حبيبتي، تبارك الله عليك، ديما موفقه، الله يوفقنا لما فيه الخير يا ربي. تبارك الله عليك بشرى. عندنا اسئله، عندنا اسئله، وشكون اللي بغى يبقى ديال شي حاجه ما سولتهاش انا؟ يلا فرصه هادي، شكون اللي عندك سؤال؟ شكون اللي بغى يعرف شي حاجه؟ اها تبارك الله عليك، شكرا بزاف ياسين. انا غادي نحاول بشرى، هاد السيده ناديه عبدو ديما كطلع في لي لايف، وحاله شويه يعني في ظروف صعيبه، وكنت حتى انني غادي نطلعها معايا، واليوم عندي اخر لايف، يقدر يكون اخر لايف لان كنت شمعوا ولا على العيد غدا، دونك غير نحاولوا نقراوها. بالنسبه للناس اللي معانا وكاينين شي محسنين اللي بغاو يديروا الخير و يتواصلوا معاها ناديه عبدو، راه قالت لكم هي متزوجة من مدينة سلا ومن ذوي الاحتياجات الخاصة هما من قصر القامة، مسكينة هي والزوج ديالها، هي والزوج ديالها، وحاليا هي حاملة عندها 6 شهور. قالت لك ما عندهم لا سكن ولا وظيفة، ودابا في الحجر الصحي هي والزوج ديالها، بس ذوي القلوب الرحيمة يتواصلوا معاها بكل فرح. فوالا Alors, les questions, toujours. Il n'y aura plus de live. Je ne sais pas encore, Lina. Je vais voir. خناتي حمزاوي، علاش نزلتي الباطل على مليكة؟ شكون مليكة؟ كضحك معاك، هذاك ماشي الباطل اخويا العزيز، هذيك قصص كنخلقوها باش نوصلوا لكم ونديروا معكم المتعة وتتبعوا معنا. هذيك الشخصية واش ما طلعتيش من الحناش في جزيرة الكنز؟ لا مت بالخلعة من الحناش، ولكن كنت عارفة بأنه الحناش كانوا مدريسين مزيان، ما غاديش يعطوني في نفس كاين طلعتي ضو خناتة وعجبتينا بزاف فيفي هيبة. شنو هذاك الشيء؟ شنو قال هذا بناتي؟ شنو ممثلات كلهم في كفة واحدة، حيث ميدان الفن كله
الفن. لا خويا راك نجات ولا نجات غلط اللي قال بانه الميدان ماشي هذا لخرج الطريق. هذيك فكرك انت وكتعبر على مستواك انت، بان المجال الفني فيه الشرفاء وفيه النبلاء وفيه الدكاتره وفيه المهندسين وفيه من خيره اجود المغاربه. هذا رايك وكتعبر عليه بوحديتك. ونقي دماغك شويه اخويا، احنا ما نهضروش على هادشي، حنا بغينا نبقاو بوزيتيف. ما تقريش شي واش دور تخناتها ما اثرش فيك، ما اثرش فيك ابدا ابدا، ما اثرش فيا لانني خدت منه لا ديستونس وخدمته بمسافه ما بيني انا كبشرى وما بين تخناتها. وبشرى قلبها طيب بزاف، انسانه طيبه وخلوقه بزاف. انا بشرى شوفي، بالنسبه للكاميرا الخفيه كلشي كيطرح هذا السؤال، قال الكاميرا الخفيه اللي كتشاركوا فيها معظم الفنانه واش كتكون فبركه ولا صحيحه، واش كتقاضاو شي حاجه موراها؟ نحاولوا نوضحوا شويه. الوغ الكاميرا خفيه كيف ما تنقول احنا اللي كنكونوا ضيوف ما تيكونش في اخبارنا، ولكن الكاميرا خفيه كتكون سيناريو مكتوب، لان ما يمكنناش نحضروا واحد طاقم فني واحد طاقم تقني في واحد الوقت معين واحد الثمن معين، بان هذاك انتاج هذوك فلوس هذوك ملايين خارجه، لان باش نمشيو لواحد البلاصه ونديو واحد الفنان اللي غادي نمارسوا عليه يعني الكاميرا خفيه ماشي سهل. الوغ حبكه هي حبكه سيناريو في مقدمه وفي عقده وفي خاتمه، وكيفاش انه هو غادي يرياجي، هذيك رده فعله طريه هي اللي مهمه. كيف خلق الفرجه؟ هي اللي خلق الفرجه. الفرجه هي المهمه، اما هو اجر كنتقاضوا عليه الاجر ديالنا وكنمشيو، ولكن ما تيكونش في اخبارنا. شركه الانتاج كتكون دايره سيناريو ديال كل حلقه وكتعرف الضيف كل رده فعله كيفاش غادي تكون. هادشي كامل غادي نعرفو. تحيه من الجزائر البشرى وكل طاقم سلامات، تحيه للناس الجزائر. شكرا للمتتبعين ديالنا في الجزائر، وكنبارك لكم العيد لانه فعلا عندنا جمهور كبير في الجزائر الشقيقه. الله يحفظكم كاملين. تحيه كبيره بشرى. كون ما كنتيش كون ما جاتيش للتمثيل الى مهنه تبغي دير؟ ساميه حسين، ما كنت غادي ندير حتى مهنه اخرى الا التمثيل. وتبعتي معنا هي من الاعدادي وهي كتفكر دير التمثيل، ما يمكنش. كنا التمثيل كنمارسو كمهنه وكندرسو في نفس الوقت انا مديره ديال المسرح، يعني كل المهن الفنيه ممكن نديرها، لانني هذه هي خدمتي اللي مارستها في الهوايه وهي اللي قريتها وهي اللي كنخدم بها دابا. الوغ عتيقه قالت لك واش ما كتفكرش تزوجي مره اخرى؟ الزواج قسم ونصيب، والزواج ماشي بيدي ولا بيد اي واحد، هو القدر والمكتب والديستا في كيدينا. شكون اللي قال لك خصني ما نتزوجاش مره اخرى؟ كل كان خصنا بغينا نتزوج. لا ان شاء الله يا ربي الى طحنا في النصيب وفي المكتبة غادي نعاود التجربه بكل حب بكل حب وبكل تفاهم وبكل احترام ان شاء الله. الوغ اسئله باش قالوا لك الناس بغينا نشوفوك في الجنوب الشرقي، ولكن حاولوا طرحوا اسئله عافاكم. الجنوب الشرقي ناسنا الغزالي ناسنا الفنيين، غادي نجيو لكم بعروض مسرحيه ان شاء الله يا ربي، ويا ربي يجي شي انتاج بيجي كبيره ونجي نصوروا المسلسل عندكم، لان تستاهل الجهه الشرقيه انها تصور وتمشي ليماج وتسافر عبر الصوره، لان مدننا رائعه بالجنوب الشرقي. شنو الدور اللي كتمنى يديري بوشرى؟ كل الادوار هي قابله للعب، لاننا حنا كنلعبوا الادوار اللي كاينه في الواقع، فاي دور كيف ما بغى يكون كيف ما بغات تكون المهنه كيف ما بغات تكون يعني الشخصيه اللي كاينه في الواقع نكتبوها ونصيغوها ونحكوها، ما عنديش مشكل لعب اي شخصيه كيف ما بغات تكون. كل الادوار كل الحالات الاجتماعيه اللي كنشوفها مطروحه سواء على صفحات الجرائد او لا في السوشيال ميديا، الا شديناها وحبكناها دراميا انا مستعده انني نلعبها. واخا خناتها واخا خناتها واعره، شكرا بزاف. زيدوا شكرا لكم بزاف، قرينا الاسئله ديالكم، شكرا لكم بزاف، شكرا على التتبع ديالكم. شكرا لك بشرى على هذا الوقت الجميل اللي قبل ما نعطيك كلمه اخيره غادي نعزلوا الشخص اللي غادي او الفائز ولا الفائزه اللي غادي تلعب معنا، ومن بعد كلمه اخيره لك بشرى. اوكي حبيبتي مرحبا. كلشي كيقول لك كتب ما كرهتش نتلاقى بشرى، دونك احنا غنبداو الحساب دابا وانتم غادي تكتبوا اب اب اب، من بعد غنعزلوا فائز ولا فائزه اللي غيكون محظوظ بلقاء بشرى من بعد الكونفينم. الي اون كومونس، نبداو حنا 10 9 8 بداو تكتبوا انتم اب. الي 10 9 8 7 7 بداو تكتبوا اب.
خمسة اللي بغى يطلق راه يكتب اب كيكتب كي انا عارفك بغيت يطلق فوالا اب نديرو من ستة خمسة أربعة حسبي معايا بوشرى ثلاثة ثلاثة جوج واحد يلا شكون وزافين حبس يلا اللي غيزيد يزيد حيت صافي حبسنا ديالي واللي غادي يربح يدخل معايا التواصل اخفي انا غادي نطاقيه ومن بعد ان نتواصلوا معاه ونعرفوا وقتاش ورا الكونفينمون اون فيكسي ان رونديفو ان شاء الله الوغ شكون 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 الوغ ناخذو سامية الحسوني دونك عليك سامية الحسوني كتبت اب 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 ضرورات عرفتيها؟ لا ما عرفتهاش ولكن بزاف ديال الناس انا كنعرفهم داروا اب كلشي باغي يطلقك تحية المؤمن رجعي شوية بشرى دي شوية نديرو كابتشور حيتهم مع الفائزة بلاتي نقد اه فوالا قديي شوية لا بلاتي لا كونيكسيون بلاتي بلاتي حيت حركتي التليفون بلاتي فوالا كم سا سي كلير صافي مبروك عليك يا سامية الحسوني الحسناوي الحسناوي فوالا الفنانة الغزالة ديالنا بشرى أهريش بشرى ما سخيناش بيك كلمة أخيرة عليك حبيبتي شكرا إيمان شكرا بزاف انت من الصحفيات المتمكنات وانا يا كنحترم الخدمة ديالك وتحية كبيرة ليك لأنك مجدة ومجتهدة وبرنامجك رائع فكنتمنى لك التوفيق والنجاح وتحية كبيرة للعائلة ديالك باركي لهم العيد شكرا لك واللي خصني يعرف الناس أنك أنت ماشي صحفية ولكن فنانة كذلك لأن وراء كل رجل العظيم ورجل ناجح امرأة ناجحة وامرأة أعظم منه وخذ زوج ديالك صديق ديالي وزميل ديالي الفنان الكبير والمقتدر عبد السلام البوحسيني فإلا كان ناجح لأنك أنت من موراه فشكرا لك بزاف إيمان على شكرا لك بشرى انا فنان كبير خلينا نهضر على صاحبي باش يكون علاش حشمتيني بشرى انا قلت الكلمه لما حشمتيني هذا الوقت من التوفيق والنجاح حبيبه ديالي انا فرحت انني درت معك لايف اليوم وكنت ضيفه ديالك فالله يلقينا عنا انا فرحانه اكثر منك بشرى وكان غير نقول للناس بان انت ما ترددتيش علمتك اليوم باللايف